ماذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في نهار رمضان؟ صلى الله عليه وآله وسلم كان يقضي نهار رمضان بين قراءة للقرآن الكريم وعبادة لله وعمل يؤديه من دعوة إلى الله عز وجل. بل إن أعظم الغزوات التي حصل فيها النصر الكبير لهذه الأمة كان في نهار رمضان، صلى الله عليه وآله وسلم نصره الله على المعتدين من الكفار في غزوة بدر الكبرى في 17 من رمضان. في السنوات التي تلتها كان فتح مكة الفتح الكبير الذي قال الله عز وجل عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا إذا جاء نصر الله والفتح، كان في 19 من شهر رمضان. فالمفهوم في نهار رمضان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن النوم طول النهار، لم تكن كما يسمونها اليوم الساعة البيولوجية. يعني أعتقد لو جاء رسول الله إلى أحدنا صلوات الله وسلامه عليه يزوره في بيته، من المزعج أن يظل رسول الله في النهار في بيتك مستيقظا وأنت وزوجتك وأبنائك نيام في نهار رمضان.